شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث قام الرئيس بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية. ومن هنا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلاقات العربية الصينية المتميزة والآفاق الواسعة لتطويرها اتصالا بالمقدرات والإمكانات المتاحة وما يلمسه من توافر الرغبة الصادقة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، مما يجعله واثق تماما الثقة في أن أعمال منتدى التعاون العربي الصيني وما سيخلص إليه من نتائج سيحمل دفعة إيجابية ملموسة للعلاقات بمختلف أوجهها. مزيد من التفاصيل برؤى تخصصية مع دكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. دكتور محمد، صباح الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية، يعني كيف تابعت كلمة الرئيس السيسي وأهم الرسائل التي جاءت بها؟ يعني طبعا هذه الكلمة المهمة هي نتيجة لعلاقات قوية تطورت بين مصر والصين خلال الفترة السابقة، وتحديدا منذ أن تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014. العلاقات المصرية الصينية أصبحت نموذج للعلاقات المصرية المهمة مع قوة دولية رئيسية في النظام الدولي مثل الصين، وتستند هذه العلاقات أيضا أو تتسم بدرجة كبيرة من التنوع، لأن العلاقات بين مصر والصين ليست فقط علاقات اقتصادية، لكن هي علاقات أيضا تقوم على الإسناد المتبادل بين البلدين في الدفاع عن قضايا السلم والأمن الدوليين، في الدفاع عن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية وحتى الآن، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالفعل. مبدأ احترام السيادة، مبدأ يعني احترام المنظومة الأممية وغيرها من المبادئ المهمة. لكن أيضا على المستوى الثنائي حدث تطور كبير في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبالتالي هذا سمح بتطوير هذه العلاقات والاستفادة أيضا من القدرات الصينية الضخمة، خاصة في المجال الصناعة ومجال التكنولوجيا، وهذا يعني سمح بالاستفادة من القدرات الصينية في تسريع عملية التنمية في مصر، خاصة عندما قررت الدولة المصرية الدخول في مجالات تكنولوجية نوعية مثل مجال صناعة السيارات أو القطار الكهربائي أو غيرها من المجالات المهمة. لكن ما زالت هناك فرص وأفاق ضخمة لتطوير العلاقات المصرية الصينية، وهذا في رأيي ما يفسر يعني الاهتمام بتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتخصيص عام للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. يعني دكتور محمد، في هذا السياق وبمناسبة الذكرى 20 لانطلاق منتدى التعاون العربي الصيني، ما هي أبرز المكاسب من وجهة نظرك سواء السياسية أو الاقتصادية اللي حققها المنتدى على أرض الواقع بالفعل؟ يعني أولا انتظام المنتدى منذ تأسيسه وحتى الآن هذا يعبر عن الطابع المؤسسي للعلاقات العربية الصينية. نعم. المنتدى تحول بالفعل إلى إطار مؤسسي لتطوير العلاقات بين الجانبين، وخاصة أنه نجح في أن يكون هناك إطار عربي جماعي للتعامل مع قوة دولية قاعدة في النظام الدولي مثل الصين. لكن هو من الناحية السياسية أيضا يعبر عن انفتاح عربي على القوى الدولية الجديدة، بناء علاقات أو إطار تنظيمي لإدارة العلاقات العربية مع هذه القوى. نجح أيضا في تطوير العلاقات بين العالم العربي والصين في مجالات عدة بما يخدم مصالح كل دولة عربية. يعني صحيح أن المنتدى يعبر عن علاقات جماعية بين العالم العربي مع الصين، لكن هو في نفس الوقت ساهم في تسريع العلاقات الثنائية العربية مع الصين، لأنه على هامش المنتدى تعقد يعني قمم
ثنائية بين الدول العربية والصين. فالمنتدى بالفعل أصبح يمثل واحد من علامات الانفتاح العربي على القوى الدولية الجديدة، ويعبر عن يعني حركة عربية منظمة للتعامل مع هذه التحولات. لكن السمة الأهم أيضا أنه لا يتم هذا في إطار صراعي مع القوى الدولية الأخرى، لكن العالم العربي يدير علاقة يعني منظمة، وعلاقة أيضا تقوم على يعني التوازن الشديد في علاقات العالم العربي مع القوى الدولية المهمة. هذا في رأيي واحد من السمات المهمة للمنتدى العربي الصيني، لأنه نجح في إدارة علاقات نوعية ومتنوعة مع الصين، لكن في نفس الوقت في إطار متوازن مع يعني في علاقات العالم العربي مع القوى الدولية الأخرى. بالتأكيد دكتور محمد، يعني دلوقتي احنا بنتابع وبنشوف، وتحدثت حضرتك بشكل مفصل عن العلاقات العربية مع القوى الدولية وتحديدا الصين في سياق ما نتحدث فيه من هذا المنتدى وانطلاقة من هذا المنتدى العربي الصيني. يعني بالنسبة للدولة المصرية، بترصد إزاي أداء الدبلوماسية المصرية والسياسية في التوازن والاتزان والتنوع في العلاقات الدولية الخارجية؟ يعني الذي يتابع السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 حتى الآن يلاحظ يعني أو يمكن أن يستنتج مجموعة من الملاحظات المهمة في هذا الإطار. أولا أنه بدأت مصر انفتاحا على كل القوى الدولية، وانفتاح على القوى الصاعدة في النظام الدولي وعلى الخبرات الدولية في مجال التنمية. وبالتالي كل هذا يفسر أو تحت هذا العنوان يمكن أن نفهم انفتاح مصر على الصين، على قوى أسيوية أخرى، على اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، دول جنوب شرقية آسيا، الأسيان. نلاحظ أيضا اتجاه مصر إلى الاستفادة من التحولات الجارية في النظام الدولي وفي النظام الاقتصادي العالمي. تحت هذا العنوان يمكن أن نفهم أيضا حرص مصر على الاندماج أو الالتحاق بالأبنية أو المؤسسات الجديدة في النظام الدولي. لاحظنا في هذا الإطار انضمام مصر كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، انضمام مصر إلى البنك التنمية الجديد، انضمام مصر إلى البريكس، تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول آسيوية عدة، ليس فقط الصين، لكن أيضا لدينا علاقات مهمة مع الهند ومع كوريا الجنوبية ومع اليابان وغيرها. الاستنتاج التالي هو سعي مصر بنجاح شديد إلى الاستفادة من علاقاتها مع كل هذه القوى بجانب إلى القوى الأخرى على الجانب الآخر، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، بهدف مركزي وهو خدمة عملية التنمية التي تجري في مصر. كل هذه القوى تمتلك قدرات اقتصادية واستثمارية ضخمة، سواء القوى الأوروبية أو القوى الآسيوية. الهدف الرئيسي في هذا الإطار هو الاستفادة من قدرات كل هذه الدول لخدمة عملية التنمية الجارية في مصر ولخدمة عملية التصنيع بشكل خاص. الملاحظة الثالثة هو يعني إدارة كل هذه العلاقات يعني في إطار فلسفة واضحة، وهي علاقات متوازنة مع الجميع. مصر لديها علاقات قوية واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع القوى الأوروبية الرئيسية، ألمانيا وفرنسا، إيطاليا وغيرها من القوى الأوروبية. لكن في نفس الوقت نجحت في بناء علاقات قوية مع القوى الأسيوية، سواء الصين أو الهند أو غيرها من الدول. وهي لا تدير، وأقصد الدولة المصرية لا تدير علاقاتها مع هذه القوى في إطار مباراة صفرية أو صراع أو غيره. الفلسفة الرئيسية هو استفادة مصر من علاقاتها مع كل هذه القوى في إطار لا يفهم الاحترام والتبادل في هذا السياق. بالتأكيد. طيب دكتور محمد، اسمح لي يعني أقول كلمة الرئيس، أو يعني نعلق على هذه الجزئية الهامة جدا في سياق حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه قال تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة، طبعا على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب ورفض الاعتداء على السيادة. ولقد مثلت تلك العلاقات والتعاون العربية الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز
ارتكاز الاستقرار الدولي والعمل على إقرار العدالة في المنظومة الدولية. ونوه الرئيس السيسي إلى التقدير العربي الكبير في هذا السياق للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. هناك يعني توافق مصري عربي صيني بشأن الأوضاع في غزة دكتور يعني محمد في ضرورة وقف الحرب في غزة، كيف ترصد هذا التقارب والتوافق في الرؤى لحل القضية من جذورها؟ يعني طبعا واحد من العلامات الرئيسية في العلاقات المصرية الصينية هو أنها تقوم على يعني تتسم بالتوافق المصري الصيني فيما يتعلق بما أشرت إليه قبل ذلك، المبادئ الأساسية التي تحكم النظام الدولي أو التي يقوم عليها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، احترام السيادة، احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، احترام الميثاق الأمم المتحدة والمنظومة الأممية، احترام مبدأ التسوية السلمية للصراعات والنزاعات، هذه مبادئ وغيرها من المبادئ. هناك توافق مصري صيني كبير فيما يتعلق بهذه المسائل، لا بل الأمر يصل إلى أن مصر أيضا تدعم واحد من المبادئ المهمة ذات الصلة بالاستقرار والأمن في يعني منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وهي مبدأ يعني صين احترام يعني مبدأ صين واحدة، لأنه هذا المبدأ ليس لم يعد فقط مبدأ يخص الصين لكن مبدأ يخص الاستقرار والسلم والأمن الدولي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. على الجانب الآخر، الصين واحدة من أهم الدول القوى التي تدعم الحقوق الفلسطينية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة. الصين واحدة من أهم الدول التي تدعم الحقوق الصينية، ليس يعني وهذا الموقف الصيني لم يتضح فقط خلال الأزمة الحالية لكن هو مبدأ تاريخي، بمعنى أنه ارتبط بنشأة القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الصين دعمت الموقف المصري والموقف العربي بشكل عام داخل مجلس الأمن خلال هذه الأزمة وفي كل مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فهناك توافق ضخم بين مصر والصين حول هذه المبادئ، وهذه المبادئ بالفعل يعني أصبحت شرطا مهما أو اتضح خلال الأزمة الحالية كيف أن هذه المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن أصبحت هي شروطا أساسية وضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. هذا يعني أعطى زخما يعني إضافيا للعلاقات المصرية الصينية، لأنه هذه العلاقات كما أشرت يعني لا تخدم مصالح البلدين فقط في مجال التنمية لكن أصبحت يعني أساسا لتحقيق الأمن والاستقرار في النظام العالمي، لأنه المرحلة الحالية تشهد تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمبادئ المهمة التي يجب الحفاظ عليها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. بالتأكيد دكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بشكرك جزيل الشكر على وجود حضرتك معنا في هذه الجزئية من تغطيتنا.